Good morning, Prop 3. In our lesson today, we will learn set of zeros of a polynomial function. Set of zeros is a set of values that makes the function fx equal 0. Type. Find n or the set of zeros. Kx equal 2x minus 6. Type. And here I give set of zeros of 2x minus 6 equal 0. And set of values that makes the function equal 0. You will first put the function equal 0. يبقى 2x minus 6 equal 0. طيب انا هنا دي equation primary 5 عادي كده عايزين نعملها solve. يبقى 2x minus 6 equal 0 اول حاجه ال negative 6 تروح السايد الثاني تبقى positive يبقى 2x equal 6. طيب ال 2 هنا time تروح السايد الثاني تبقى divide يبقى ال x equal 6 divided by 2 اللي هي equal 3. يبقى set of zeros بتاعت ال function kx هنا equal 3. ال value اللي تخلي ال function kx هنا equal 0 هي 3. يبقى zk equal 3. طيب zk هنا لان الفانكشن اسمها kx، لو كانت fx كان يبقى اسمها zf، لو كانت hx كان يبقى اسمها zh. طيب لو ال kx هنا equal x power 2 minus 3x minus 10 يبقى اول حاجه برضو first put الفانكشن equal 0 يبقى ال x power 2 minus 3x minus 10 equal 0. طيب انا هنا بقى مش equation ده، انا هنا عايز اعمل لها solving factorizing. طيب انا هنا يا اما اعمل لها فاكتورايز بالكالكليتور على حسب نوع بقى الكالكليتور بتاعتي، يا اما الكالكليتور اعمل لها شيفت مود 5 3 يا اما شيفت مود 3 3. طيب مين الكوفيشنت اوف الاكس باور 2 1؟ طب الكوفيشنت اوف الاكس نيجاتيف 3. طب الكوفيشنت اوف الابسولوت تيرم نيجاتيف 10. طيب هتطلع لي على الكالكليتور اكس ايكوال 5. طب انا هنا عايز اعمل براكت يبقى اكس ماينس 5، بعمل تشينج للساين. طيب x على الكالكليتور برضو طلعت لي x equal negative 2 يبقى x plus 2. طيب 2 brackets time equal 0 يبقى اما البراكت الاولاني equal 0 يا البراكت الثاني equal 0. يبقى الx minus 5 equal 0 والx plus 2 equal 0. يبقى الx equal 5 او الx equal negative 2. طيب يبقى set of zeros هنا 2 values 5 and negative 2. الست ال values اللي بتخلي لي الفانكشن kx هنا equal 0 هي 5 و negative 2. طيب ال kx equal 8. طيب ال kx equal 8 دي constant function، يعني اي value هنعمل لها substitution في الفانكشن دي هتطلع ب 8. يعني لو قلت لك find k1 هتبقى 8، k2 هتبقى 8، k3 هتبقى 8، k0 هتبقى 8. طيب يبقى هنا في values ممكن تخلي لي الفانكشن kx equal 0؟ لا. يبقى الست اوف زيروز هنا هتبقى 5. ليه؟ لان there is no number makes الفانكشن kx equal 0. طيب يبقى ال ZK equal 5. طيب لو كانت ال KX equal 0 ده معناه ان هي constant function دايما بزيرو، هي constant function اللي احنا درسناها الترم الاولاني. طيب يبقى انا لو هنا بجيب ال K1 هتبقى بزيرو، ال K2 هتبقى بزيرو، ال K3 هتبقى بزيرو لانها constant function. طيب يبقى هنا كل ال values اللي ممكن اعمل لها substitution دايما هتبقى ال answer عندي بزيرو. فيبقى هنا ال set of zeros دايما الست اوف زيروس هنا هتبقى الريل نمبر كلها، لان ذا ايمج اوف اني نمبر ان ذا فانكشن الكي هتبقى ايكوال زيرو، اي ايمج نمبر هنا هتبقى بزيرو. طيب لو الفانكشن اف اكس ايكوال اكس باور 2 بلس 49 فيرست بوت الفانكشن ايكوال زيرو، يبقى الاكس باور 2 بلس 49 ايكوال زيرو. طيب يبقى هنا بقى ايكويشن عادي، ادي الاكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 49. طيب الباور 2 دايما عندي بتروح السايد الثاني بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ سكوير روت. طب انا هنا عندي نيجاتيف 49. طيب هو في سكوير روت بيروح على نيجاتيف؟ لا، نوت بيلونج تو الار، نوت بيلونج تو الار. يبقى هنا السيت اوف زيروز هتبقى 5 لان ما فيش ولا فاليو في الريل نمبرز ممكن تخلي لي الاكس هنا لما اجي اعمل لها سبستيوشن الاكس هنا يبقى الفانكشن اف اكس تطلع 0، فعشان كده السيت اوف زيروز هتبقى 5. طيب لو الـ fx equal x power 6 minus 64. طيب first put function equal 0 يبقى الـ x power 6 minus 64 equal 0. طيب يبقى الـ x power 6 equal 64. طيب أنا هنا عندي x power 6 equal 64. في طريقة ممكن نعملها بالباورز زي prep 2، وفي إن أنا ممكن عندي أي باور ممكن يروح السايد التاني يبقى روت. يعني لو كان عندي لما كان عندي من شوية باور 2 ودينا السايد التاني بوستيف أور نيجاتيف سكوير روت، لما بيبقى عندي باور 3 بودي السايد التاني كيوب روت. طيب لو هي باور 6
تروح السايد التاني بوزيتيف اور نيجاتيف 6 روت. طب ليه بوزيتيف اور نيجاتيف؟ لان اي باور ايفن بيروح السايد التاني يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف الروت. طيب يبقى هنا باور 6 بوزيتيف اور نيجاتيف 6 روت. طب احنا هنجيب ال 6 روت دي منين؟ من شيفت باور. شيفت باور هتلاقي طلع لي روت موجود فوق مكان ان انا اكتب 6 وموجود تحت ان انا اكتب 64، هطلع لي بوزيتيف اور نيجاتيف 6 روت ل 64 اللي هي بوزيتيف اور نيجاتيف 2. يبقى set of zeros of the function f x to be equal positive or negative 2. طيب لو هنا بقى جه قال لي ال f x equal x power 8 minus 128 x first put the function equal 0. طيب يبقى ال x power 8 minus 128 x equal 0. طيب انا هنا في حاجه لازم اعملها الاول قبل ما افكر اذا كانت فاكتورايز او نشوف نوع الفاكتورايز او احلها equation، ان انا هنا عندي x power 8 minus 128 x. يبقى اول حاجه في الفاكتورايز هنا هقدر اعملها ان انا اخد ال x HCF. طيب لما ناخد ال x HCF هتبقى ال x موجوده بره. طب عايز اجيب البراكت، بعمل divided by x ال x power 8 وال 128 x. x power 8 divided by ال x يبقى عندي x power 7 minus 128. طيب x time و equal 0، يبقى يا اما الاكس بزيرو يا اما الاكس باور 7 ماينس 128 ايكوال 0. خلاص انا عندي الاولانيه الاكس ايكوال 0، يبقى هبدا اعمل سولفنج للاكس باور 7 ماينس 128 تبقى اكس باور 7 ايكوال 128. الباور 7 تروح السايد الثاني تبقى 7 روت. طيب 7 روت هنا بوزيتيف بس لان الباور اود، ادام الباور اود يبقى لما باجي اوديه بيروح بالروت بس. يبقى الاكس ايكوال 7 روت ل 128 بنفس الطريقه من الكالكليتور هتطلع لي 2. يبقى السيت اوف زيروز هي اللي الفانكشن اف هي 0 و 2. طيب اف ذا سيت اوف زيروز اوف ذا فانكشن اف وير الفانكشن اف اكس هي اي اكس باور 2 بلس البي اكس بلس ال 15 از 3 و 5. يعني هنا بيقول ان السيت اوف زيروز بتاعت الفانكشن اف اكس هي 3 و 5. يعني السيت اوف فاليوز اللي بتخليه للفانكشن دي بزيرو هي 3 و 5. طب عايزين نجيب الـ A والـ B. طيب يبقى أول حاجة أنا لما أجي أجيب الـ F3 إيه اللي هيحصل؟ إن الـ F3 دي هتطلع بزيرو. لما أجي أشيل الـ X وأحط مكانها 3 الفانكشن هتبقى بزيرو. طيب نشيل الـ X، أنا أول حاجة عندي X باور 2 يبقى 9A بلس 3B بلس 15. طيب التلاتة موجودين في تيبل 3، لما أعمل ديفايدد باي 3 عشان أخليها في simplest form عشان أعرف بالنسبة لي بعد كده الحل يبقى أسهل، يبقى 3A بلس الـ B بلس الـ 5 إيكوال 0. دي كده الفيرست ايكويشن. طيب ما انا عندي فاليو ثانيه للفانكشن، ان لو الفانكشن اي اكس باور 2 بلس البي اكس بلس ال 15 لو شلنا الاكس وحطينا مكانها 5 هتبقى برضو بزيرو. فنجيب الاف 5، الاف 5 هنشيل الاكس تبقى 25 اي بلس 5 بي بلس ال 15 ايكوال 0. طيب هنا الثلاثه موجودين في تيبل 5، يبقى الانسر عندي هتبقى 5 اي بلس بي بلس 3. ودي كده السكند ايكويشن. عندنا هنا بقى كذا طريقه ممكن نعمل بيها سولفنج، يا اما اومتنج يا اما سبستيتيوشن. طيب احنا هنا هنحلها اومتنج. طيب انا عندي هنا بي وبي الاثنين بوزيتيف، طب ما نخلي واحده من نيجاتيف ان احنا نعمل تايم في نيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف 5 اي ماينس البي ماينس 3 ايكوال 0. طيب لما نيجي نحط تحتيها كده 3 اي بلس البي بلس ال 5 ايكوال 0، طب هنعمل معاهم بلس، نعمل ما بينهم بلس، نيجاتيف 5 اي بلس 3 اي بنيجاتيف 2 اي. النيجاتيف بي تروح مع البوزيتيف بي، نيجاتيف 3 بلس ال 5 بوزيتيف 2، يبقى عندي نيجاتيف 2a بلس 2 ايكوال 0. طيب ايكويشن كده خلاص بقى عاديه بالنسبه لي، يبقى النيجاتيف 2a ايكوال نيجاتيف 2. طيب يبقى الايه هنا ايكوال كام؟ 1. طيب نعمل بقى سبستيوشن للاي ب 1 في اي واحده من التو ايكويشن. طيب ناخد اول واحده خالص، 3 تايم ال 1 بلس البي بلس ال 5 ايكوال 0، 3 تايم ال 1 ب 3 بلس البي بلس ال 5 ايكوال 0. يبقى b بلس ال 5 بلس ال 8 ايكوال 0، يبقى ال b ايكوال نيجاتيف 8. يبقى التو فاليوز ال a اند b هي ال a ايكوال 1 وال b ايكوال نيجاتيف 8. طيب اخر سؤال عندنا هنا النهارده، if the function fx هي x باور 3 ماينس 2 x باور 2 ماينس 75 prove that ان number 5 is one of zeros of the function. يعني لما نشيل ال x ونحط مكانها 5 الفانكشن تبقى ب 0. طيب فنجيب ال f 5 x power 3 and 5 power 3 minus 2 5 minus 2 times 5 power